استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في الهجوم. هذا وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة حربية معادية من طراز F-35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة مبنى في منطقة بالضاحية الجنوبية لبيروت. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نحو 10 من كبار قيادي حزب الله اللبناني، إلى جانب إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان التابعة للحزب الذي استهدفته الضربة الإسرائيلية في بيروت، معربا عن استعداده لكل الاحتمالات سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم.